إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. أنا هستأذن حضراتكم بس هنسأل كده 6 أسئلة يعني 6 7 كم سؤال كده هستأذنكم تكتبوا الأسئلة في ورقة وتاخدوا دقيقة أو دقيقتين تجاوبوا عليها ماشي. الأسئلة دي باختصار هي الأسئلة اللي كانت في الإعلام بتاع الدورة. السؤال الأول: لماذا لا نفهم القرآن؟ ليه إحنا مش بنفهم القرآن؟ طيب السؤال الثاني: ما الذي يجعل بعضنا يقرأ القرآن ثم بعد فترة يتوقف عن القراءة؟ طيب أنا مكسوف أقول كده بس خلينا أوضحها لكم. يعني إيه اللي بيخلينا يعني لو واحد بيقرأ مثلا روايات أو قصص هو بيحبها ممكن يقرأ 20 رواية في اليوم بس هو بالكاد بيجيب الورد بتاعه وكمان بيبقى دايما عمال ماسك الصفحات ايه باقي كم صفحة همه دايما آخر السورة ليه؟ ايه السبب؟ انتوا قولوا لي رأيكم في الورقة. السؤال الثالث: ايه اللي بيخلينا لا نكثر من سماع القرآن رغم ان بعضنا لما مثلا بيبقى للأسف الشديد أو بعض الناس صلى الله يتوب عليهم لو بيحب مغني أو بيحب مغنية تلاقيه ممكن طول النهار عمال إيه يسمعه. يعني أنا كان ليا جار كنت وأنا في سنة 6 طب وكنا في القصر العيني فكنت ساكن في ميدان الجيزة وكان جنبي جار الراجل ده الساعة 7 الصبح يبدأ يشغل خطب عبد الناصر يفضل مشغل الخطب هي بتتعاد تمام لغاية الساعة 2 بالليل يا دوب بيفصل 5 ساعات اللي بينامهم هو كبير في السن وكل ونفس الخطب بتشتغل كل يوم ونفس الخطب الاغرب انها بتتكرر في الايه في اليوم الواحد. فصراحه بقى يعني احنا بنقوم على خطب عبد الناصر ننام على خطب عبد الناصر. فسالت واحد من الجيران قلت له معلش يعني هو الاستاذ فلان بس يعني كتير قوي كده. فبص لي كده باستغراب وقال لي ايه يا اخي بيحب عبد الناصر. الكلمة دي وقعت على قلبي كالصاعقة. قلت لنفسي طب أنا اشمعنى بشغل القرآن شوية ليلة الصباحة وبعدين أقول إيه؟ ساعة لربك وساعة لقلبك. طب ليه بشغل شوية وبعد شوية أقول إيه؟ أقلب. ليه ممكن يقعد يسمع أناشيد اليوم كله بس قرآن إيه؟ كفاية دول. خلي بالكم الراجل ده ما كانش بيسمع سماع عادي كان بيسمع سماع تدبري. كان سبحان الله يسمع يقول له الله قول تمام لا ويجي يقول ايه وقد قررنا تأميم قناة السويس ويقول ايه وكأنه بيسمعها ليه لأول مرة. نفس الإحساس نفس الرياكشن نفس التصرف بالظبط. هو ايه اللي بيحصل؟ اشمعنى انا مش بسمع القرآن كده؟ اشمعنى انا بسمع شوية وبطل؟ هو ده السؤال. ليه ما بنكثرش من سماع القرآن؟ السؤال الرابع: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن؟ انا عارف طبعا حضراتكم هتقولوا لي بقى بالمدود والاخفاءات والادغامات والاقلابات والكلام الرائع ده تمام؟ بس أنا عايز أعرف فعلا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. عايزكم توصفوا لي قراءته كان شكلها عامل إزاي؟ يعني مثلا من ناحية السرعة والبطء مثلا خلاص من ناحية هي قراءة مجردة ولا فسطاها حاجة تاني ماشي؟ اوصفوا لي قراءته.
صح؟ مش هو القدوة؟ لا، ده الأسوة، يعني يتأسى بيه في كل حاجة، القدوة ده في حاجة وحاجتي. طيب يبقى السؤال الرابع كان ايه؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن؟ عايزكم تقولوا لي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. طيب السؤال الخامس، كيف نفهم القرآن؟ افهم القرآن ازاي بقى؟ عايز افهمه ازاي؟ السؤال السادس، كيف نفهم غيرنا القرآن؟ كيف ايه؟ نفهم غيرنا القرآن. ست، حاول، معلش احنا كنا بنعمل زي كده استثارة ذهنية او ما يسمى برين ستورمينج او العصف الذهني. عايز حضراتكم تعصفوا ذهنكم تشوفوا في ايه. اسمحوا لي ابدأ مع حضراتكم كلامنا عن الحملة القومية لمكافحة الهروب من الفهم بصحح القاموس. صحح القاموس. طيب اركنوا الكلمة دي دلوقتي، انا عايز بس اتابع مع حضراتكم كده قصة حصلت معايا انا شخصيا، لعل في آخرها تفهموا ماذا أريده بصحح القاموس. واحد ربنا يبارك فيه جزاه الله خيرا من القراء، هو يحفظ القرآن بقراءة العشر، كان بيصلي بينا في المسجد وتحديدا صلاة الفجر، ما كانتش بتفوته صلاة ما شاء الله اقترب، كنت دائما بصلي وراه. وأنا كنت اعتدت في المسجد أن أنا عامل سلسلة دروس اسمها رحلة إلى الإمام البخاري، كانت سلسلة كده بدأناها في المسجد، قلنا إحنا كل قصتنا أن إحنا بنعرف النصوص وخلاص، طب ما إحنا عايزين نعمل كده، يعني مثلا إيه، نتصور أن إحنا خدنا بعضنا وجينا رايحين للإمام النووي، عملناها مع الإمام النووي الأول وقلنا له اختر لنا أهم 40 حديث شايفهم انت في السنة، والسنة كلها مهمة لان احنا نفسنا نكون زي النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فقال لنا 40 حديث، فكنا بنتصور كل يوم احنا رحنا له وهو ايه بيقول لنا حديث، مش بس بيقول لنا، بيشرح لنا، لان هم فعلا كانوا كده. لان البخاري كان الناس اللي بيتعلموا على ايده كانوا بيقولوا ان هو ما كانش بيديهم الرواية بس، كان بيعطيهم فقه الحديث كمان، تمام؟ والكلام ده نص عليه الذهبي في سير اعلام النبلاء. المهم فكنا عاملين السلسلة مقديمة على الإمام النووي، كنا ساعتها في سلسلة مع الإمام البخاري كنا نسميها رحلة إلى الإمام الإيه؟ البخاري. بدأنا في صحيح البخاري قلنا ناخد حديث وبعد ما ناخده بنشرحه للناس وبعد ما نشرحه نقول لهم طب احنا المفروض نعمل إيه؟ المفروض نعمل كذا كذا، نعمله إزاي؟ نعمله بالشكل الفلاني، وبعد كده نمشي ونيجي المرة اللي بعدها نسأل على الحاجات دي، أخبارنا إيه؟ عملناها؟ في عندنا مشاكل؟ وناخد إيه؟ حديث جديد. وكنا مسميين السلسلة دي رحلة إلى الإمام الإيه؟ البخاري. السلسلة دي كان في اليوم ده احنا كنا على موعد مع حديث من حديثها، هو يعني بيروي سيدنا عبد الله بن عباس، بيقول فيه نصا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأ. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه صلى الله عليه وسلم كما قرأه، تمام؟ طيب الحديث أول ما قلناه ربنا بارك فيه أخونا القارئ أول ما سمع الحديث قالك ده إيه؟ ده منطقتي بقى، ماشي؟ فهو انتظر بقى أن أنا هقعد أتكلم عن إيه؟ عن الإقراء واتباع الإقراء وكلام من ده، بحاجة جميلة خلاص، لكن هو فوجئ بأن أنا بقول لهم تأمل كيف علم الله النبي صلى الله عليه وسلم أن علاقته بذلك الكتاب لا تقف عند حدود ألفاظه وكيفية آدائه، لكنها تتعدى ذلك إلى الإنصات والاستماع لتحصل الهداية ويكتمل الاتباع. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وبدأت أفصل كلامي أكتر، قلت لهم تعرفوا إن الإمام الطبري بن جرير الطبري شيخ المفسرين قال إيه في معنى فاتبع قرآن؟ طب قبل ما أقول لكم كلام الإمام الطبري خلينا إحنا نفسنا فعرفنا فاتبع قرآن يعني إيه؟ يعني القراءة سنة متبعة، صح؟ عند زي ما بنقرأ إيه؟ تمام؟ تفسير. العجيب أن الإمام الطبري نقل فيها ثلاث أقوال، القول الأول فاستمع وأنصت معنى فاتبع قرآن، القول الثاني فاتبع ما فيه، القول الثالث فاعمل به.
ورجح ان معناها فاتبع ما فيه او فاعمل به. ده قول ابن عباس والضحاك ومجاهد. ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه. مش هقول لكم ان ده معناها، على الاقل في معنى احنا نسينه اسمه ايه؟ فاتبع ما فيه. بيتقال له من اول لحظه احنا تكفلنا بجمعه في صدرك، وقران انك تقراه ماشي، انك تحفظه، انت انشغل بايه؟ باتباع والعمل بما فيه. الكلام ده بتوجه لمين؟ لاكثر واحد مسؤول عن المباني، صح؟ بيتقال له كده. امال احنا بقى من باب اولى؟ تقول لي لا لا لا، ما ربنا تكفل له بالحفظ. احنا ربنا تكفل بالحفظ برضه، هي هي، بالعكس ده هو كان احوج لايه؟ للمباني، ورغم كده اتقال له ايه؟ فاتبع. مش مقتنع؟ مش مقتنعين؟ طب خلاص خليكم في اللي وراه. ثم ان علينا ايه؟ يعني سيدنا جبريل كان بيعمل ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يبين المعاني ويبين المباني. يعني دي علاقة المعلم القرآني بالمتعلم القرآني، ودور معلم القرآن مش دور تلقيني. هو قال لقنه شديد القوى ولا قال علمه شديد القوى؟ دي علاقة تعليمية. لما كان يأتي يدارسه، كان يأتي جبريل فيدارسه القرآن، كان يدرسه ايه؟ كان بيدرسه ايه؟ بيحفظه، صح؟ كان بيحفظه؟ هو حافظ. يمكن كان بيعلمه تجويد، صح؟ ده مجود بالسريقة. طب يمكن كان بيقرأ معاه؟ لا، لأن يقول لك التدارس أصلا في اللغة للمعاني، درس الكتاب فهم معانيه، وده كلام طاهر في التحرير والتنوير. التدارس أصلا لإيه؟ يعني كان يأتي جبريل فيدرسه القرآن، يدارسه معانيه. ده كلام ابن حجر رحمه الله، وكلام الشيخ ابن باز رحمه الله، إن على الأقل على الأقل التدارس ده كان للمعاني والإيه؟ يعني إيه بيتدبروا فيه. ولذلك كان هو بأبي أمي صلى الله عليه وسلم بعد ما ينتهي من كده يعمل إيه؟ يكون أجود بالخير من الريح المرسلة. ليه؟ على اعتبارين. اعتبار إنه لما تدبر القرآن وتفهم معانيه وعايش معانيه همته زادت للإيه؟ للخير، لأن القرآن يعمل كده، يزود الهمة للطاعة. أو إن هو صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ كان عايش ما أوصى الله به، لما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إيه؟ ركزوا ركزوا، والعمل الصالح إيه؟ يرفعه. الهاء بتاعت يرفعه دي عائدة على إيه؟ على العمل الصالح ولا إليه؟ يعني عائدة على الله عز وجل، ربنا هو اللي بيرفع العمل الصالح، ولا ربنا هو اللي بيرفع إليه العمل الصالح، ولا هي عائدة على العمل الصالح، ويكون معناها ان العمل الصالح هو اللي بيرفع الكلمه ليه؟ يعني بعد ما تقرا، بعد ما تدرس، حاول تعمل اعمال صالحه عشان ربنا يقبل لك الايه؟ ابن بطال بيشوف في شرحه صحيح البخاري ان المعنى الثاني هو الانسب للسياق، ولدرجه انه بيستدل بالايه دي على ان الخوارج لا يقبل الله منهم قراءه، وشاف ان معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، يعني ما بيرفعش الى السماء. ايه ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكانه كان بيعمل كده عشان تقبل مجالسه مع مين؟ مع جبريل صلى الله عليه وسلم. ده كان كلم طيب ومحتاج بعده عمل صالح ايه؟ يزيده رفعه، انه مرفوع مرفوع. دي كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل. الحقيقه كانت بدا الكلام مفاجاه لمين؟ للاخ اللي بيسمع. ايه ده ما بيقولش ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني بتقول ان هو، وكمان بقى لما سمع ان المفسرين زي الزمخشري والرازي والخازن والبغوي وكمان القاري من المحدثين لما يقولوا ايه بقى؟
يقولوا هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرك به لسانه، كان بيعجل ليه؟ يقولوا لأنه كان بيسأل عن المعنى مع إتقانه لللفظ. فكما يفعل بعض الحراس على العلم، بعضكم لما تسمعوا محاضرة واحد بيتكلم الأول طب كذا ليه؟ مستعجل عايز أعرف ليه؟ طب يا دي معناها إيه؟ هو إيه بقى صح القاموس اللي قلتها دي؟ صح؟ فلذلك قيل له ذلك لينتظر لأنه ستبين له ليه؟ يعني هو عارف أنه قاعد يستقبل إيه؟ المعاني. واضح؟ هو بأبي أمي عارف كده. ايه ده؟ بدأت اتكلم كملت، قلت يا جماعة انتوا تعرفوا ان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم قام على ثلاثة محاور، الثلاثة اللي جايين دول مهمين قوي 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 قوي. منهج النبي في التعامل مع القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم قام على كم محور؟ ثلاث محاور. المحور الأول المعاني والمباني معا. ايه وايه؟ المعاني والمباني ايه؟ مش اللي احنا بنعمله ان المباني بس مفيش ايه؟ لا، المعاني والمباني ايه؟ مش كلامي ابو عبد الرحمن السلمي بيحكي عن الصحابة بما يشبه الاجماع انهم قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، يقصدوا بالقرآن الاقراء، يقصدوا بالعلم والعمل نصيب الايه؟ المعاني. المحور الثاني المعاني قبل المباني. طب سؤال، ايوه صح، ان انا بدات افهم منك ان النبي كان بيعلمهم المعاني والمباني ايه مع بعض، تمام، فلا يجاوزونها حتى يتعلموا فيها من العلم والايه. بس السؤال بقى، كان بيعلمهم المباني الاول ولا المعاني الاول؟ مش انا اللي هجاوب، الصحابه اللي بيجاوبوا بما يشبه الاجماع، ويحكي عبد الله بن عمر فيقول ايه؟ بيقول لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. يقول له يعني إيه الإيمان قبل القرآن؟ يقول فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم السورة من القرآن. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن، يقصد الإقراء، قبل الإيمان اللي هو حظوظ المعاني، فيقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدق، وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إلي لتعمل بي وتتعظ بما واعظي. بيحكي ما يشبه الإجماع على إن النبي كان منهج المعاني قبل المباني. المعاني قبل الإيه؟ حاصل هذا الكلام، وهذا ما أطلقوا عليه الإيمان قبل الإيه؟ القرآن. الإيمان يقصد به حقوق المعاني، والقرآن يقصد به حقوق الإيه؟ وهتلاقوا إن شاء الله في كتاب النشر تعرفين المتدبر الصغير تفصيل الكلام ده، تمام؟ ده المحور الثاني. يبقى المحور الأول كان إجابة السؤال يا ترى المعاني بس ولا المباني بس ولا المعاني والمباني مع بعض. السؤال الثاني كان يا ترى المعاني الأول ولا المباني الأول. معاني الأول السؤال، أنا مش أنا اللي بجاوب، الصحابة اللي بيجاوبوا. السؤال الثالث، طب يا ترى المعاني بقى اللي هنبدأ بيها الأول دي هنبدأ بيها إيه؟ تفسير بس كده ونحفظها نحفظ تفسيرها؟ نعرف تفسيرها؟ لا، علما وعملا. ده المحور الثالث، المعاني علما وإيه؟ وعملا. أيوة، قالوا فتعلمنا العلم والعمل معا. عبد الله بن مسعود يقول كان الرجل منا إذا قرأ العشر آيات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ده المحاور بتاع تعامل مين؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع الايه؟ مع القرآن الكريم. كل ده انا عمال اتكلم والاخ ايه؟ مندهش. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ لقيته فجأة كده بيقول لي دكتور جزاك الله خيرا، بس انا دايما بقول في ناس ما تقدرش تستوعب الصدمة. هو انا معقولة كنت بفكر غلط؟ وانا معقولة ما فيكابس اللي بيسموه في علم النفس مقاومة التغيير، بيقاوم انه يتغير للصح، فيكابر. فهو اخر حساب على خير، بس هو قال لي ايه دكتور، بس بص الموضوع صعب. قلت له يا شيخ ربنا يبارك في عمرك، ده فيما تحفظه ان الموضوع سهل. يا شيخ احسن الله عليك، ده انت اللي بتقرأ على مسامعنا
ولقد يسرنا. ربنا بيقول يسروا، وانت ليه بتعتقد ان هو عسروا؟ ليه تراه عسيرا وقد قال الله عنه انه ايه؟ يسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عارفين هو ما كانش اخد باله من كده ليه؟ لانه كان يستخدم الآية في غير ما نزلت له. كان بتستخدم الآية دي فين دايما؟ ان القرآن ميسر انه ايه؟ رغم ان ابن القيم قال القرآن ميسر على كل المستويات، الفاظه ميسرة للحفظ، ومعانيه ميسرة للفهم، ووصاياه ميسرة للاتباع. لا 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 لا، ده كل المفسرين أجمعوا يسرنا القرآن للذكر، يعني لإحداث الذكرى في القلب. يعني القرآن مش يسر إنه يتفهم، ده يسر لما بعد الفهم، إنه يؤثر في القلب، يسر إنه يتدبر، مش يتفهم، يسر إنه إيه؟ عشان كده ربنا قال فهل من مدكر. أنت عارفين مدكر يعني إيه؟ يعني متعظ، معتبر، متفهم، متدبر. وبعض أهل العلم زي